فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أثرا عن عبد الملك بن مروان أن الصخرة يضع الرب عز وجل عليها قدمه، وما صحة هذا الكلام؟ لا أصل لهذا الكلام فيما أعلم، وليس للصخرة ميزة، إنما يعظمها اليهود فقط. نعم، يقول القبلة هي المسجد، إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى وليست إلى الصخرة، إنما هذا اليهود هم اللي يعظمون الصخرة. نعم.